جنات خانم. جنات خانم افتحي الباب. جاي تواسيني يعني؟ شو بدك تقولي يا قسم؟ ها؟ حياتي طلعت كذبة؟ وأني كنت عبدة كل عمري للجلادة تبعي؟ يلا شمتي فيني قد ما بدك، شمتي فيني. أنت بتعرفي كتير منيح اللي بدي إياه منك، بس أعطيني سر السلطانة فخرية لأضرب السلطانة الصفية ضرب القاضية، ولحتى خلي النار اللي جواتك تبرد. لك يا ريتني متت يا قسم وما عرفت هي الحقيقة. ليش أنا قلبي ما احترق وتوجع؟ أبي بين إيدي قتلتوه، ولعلمك أنا ما كان هدفي الانتقام، ولو كان هيك كنت حكيت كل شيء لمولانا من أول لحظة. أنا إذا بدي السلطانة صفية تروح من هذا القصر فالماضي ما خصه بنوب، لأني عم فكر بالمستقبل، بحياتي وحياة مولانا وبولادي اللي رح جيبهم منه، وباليوم اللي رح كون فيه سلطانة الحرم لك بهالدولة والدنيا كلها. أحلامك مستحيلة يا خانم، رح يدعسوكي وما حدا رح يسأل عنك. رح تيجي لعندي وتحكي لي سر السلطانة فخرية يا جنات خانم، إذا كنتي حابة تكوني من أحلامي هي. ادخل. لك وينك انت جنات؟ الامير ولد وانت لساتك هون؟ شو قصتك؟ وين مختفيه؟ انا هون بغرفتي حاسه حالي مريضه.
يعني أميري اللي ولد؟ طبعاً، وما شاء الله عليه مثل فلقة القمر. جنات، شو بكي، في شي؟ منيحة ما في شي. يلا هلا أنا بجي. طيب. مبروك علينا يا جواري، وخلي عدونا قبل صديقنا يسمع ويعرف إنه العائلة الحاكمة إجاها أمير جديد سمو الأمير عثمان خان. قلتي لي ناوية تقضي على السلطانة صفية، مو هيك؟ الخاتم اللي سرقته مولانا السلطان، هو وسمو الأمير مصطفى يلي نقلن وباء الجدري السلطانة فخري. هذا سر يا قسم.